السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا يا جدعان وصلنا لألف ونص، شكرا لكم على ثقتكم فيا. والله العظيم بحاول أدي كل حاجة عندي علشان أديلكوا كل حاجة في الكورة وكل حاجة في المجال اللي أنا بفهمه، فشكرا لكم كلكم حرفيا يعني. وإن شاء الله نوصل لـ2000 مشترك قبل يا عم شهر 7، إن شاء الله نكون واصلين لـ2000 مشترك. هنشوف بقى، إحنا عايزين قوة بقى، فعايزين الفيديو ده بقى يوصل لـ50 لايك بقى يا جدعان كده. طبعا خليكم مع الانترو بقى علشان نتكلم في موضوعين ان شاء الله نتكلم عنهم: رحيل كيروش رسميا عن مصر، وهل المدرب المنتخب يكون اجنبي ولا محلي عادي مصري. وهنتكلم عن ما قبل مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في مباراة الاياب على ارضي سانتياغو برنابيو. طبعا يا جدعان انا فرحان موت وقسما بالله، شكرا 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 على الالف ونص مشترك. والله العظيم انا داخل الحلقه دي وانا متحمس على اخر يعني، فشكرا ليكم. ونتكلم بقى عن اول موضوع، هنخلي موضوع ريال مدريد وتشيلسي في الاخر علشان كده نفوق له كده وبالراحه، ونتكلم بقى عن موضوع رحيل كيروش. طبعا بقى رسميا رحل كيروش عن تدريب منتخب مصر، سواء انت توافق او ترفض ان كيروش يمسي، فانا اظن ان الحل المناسب كان انه يقعد، لان زي ما قلت في الفيديو بتاع مصر ان احنا لازم نبني بنية تحتية للمنتخب ولازم ناخد التجربة. تشوف تجربة كوبر كنا واخدينها برضو قاعدين عليها ومستنين عليها شوية لحد ما جابت ثمارها ورحنا كاس العالم 2018، فاي تجربة لازم 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 نستنى عليها. انا من رأيي كيروش ما كانش ينفع يمشي في الوقت ده خالص، ولكن بقى راح على كيروش خلاص يعني. انت بقى دلوقتي عايز تبني، انت بقى مش عارف انا اتحاد الكورة ده عايز يبني ازاي، هل يبني للمستقبل ولا يبني للحاضر وهي كأس الامم الافريقية اللي جاية، ولا يبني الكأس عالم 2026. واللي انا زعلان جامد جامد والله اللي احنا ما رحناش كأس عالم ده 2022 علشان هيبقى في قطر. حرفيا كنت هتلعب وسط ناسك وجمهورك وارضك وكأنك في مصر بالظبط، كأنك في مصر بالظبط. فدي فرصة يا جدعان كانت لا تفوت بقى، روح تلعب في كندا وامريكا في عز التلج هناك بقى، ولا في عز تنزل تسافر 6 ساعات بقى عشان تروح تسمع الماتش. انا زعلان جامد جامد اللي احنا ما رحناش كاس العالم ده في قطر، والله العظيم انا ما قادر انسى اليوم. يابا الواحد ليه ما اتولدش الفرخة؟ فعشان انت تبني بقى للمدى البعيد ده او للمدى القريب، ففي مدربين اتنين هم لا خلاف عليهم ولا جدال عليهم. لو اجنبي مدرب واحد المفروض يفكروا فيه وهو فايلر. ازاي فايلر مش جاي في دماغ اتحاد الكوره؟ مدرب بيعرف يتعامل مع اللعيبه، مدرب حازم وصارم وعنده كوره وبيلعب وشاف مع الاهلي، كنا رجعنا للاهلي بتاع 2008 وبركات وابو تريكه والناس دي كلها. فحرفيا فايلر هو الحل الانسب الاجنبي بالنسبه لنا لو يفكروا في اتحاد الكوره. اما بقى في مصر واراضي مصر العزيزه والمدربين المحليين، فانا اقترح اتنين بس: ايهاب جلال، وكنت شوف انت عامل ايه في بيراميدز، شوف بيعمل ايه في بيراميدز، وحسام حسن. حسام حسن بيعرف يتعامل مع شخصياته اللي وعنده كوره كمان وبيلعب ومناسب جدا وصارم مع اللعيبه وبيعرف يتعامل معاهم زي ما قلت. وايهاب جلال برضو نفس الكلام وعنده كوره وكل حاجه، ولكن انا من رايي انا شخصيا ان حسام حسن هو الانسب للفتره ديت. فانا مش عارف بقى، انا عايز رايكم في الكومنتات بقى، هل حسام حسن ولا ايهاب جلال بالنسبه لكم الانسب؟ ولكن المدرب اللي نجيبه بقى نجيبه بسرعه، نجيبه بسرعة علشان نبني معاه لعب ونبني بقى منتخب حرفيا يخاف عليه. مش زي ما احنا كنا بنقول 2018 من ايام ما جبنا هيكتور كوبر واحنا بنقول خلاص احنا المفروض كوبر جه احنا بنستعد وبتاع علشان هننافس في كاس العالم 2018. هيكتور كوبر مشى، جابوا اجيري عمل اسوأ مباراة في كاس افريقيا المنتخب مصر 2019، وطلعنا من جنوب افريقيا في وسط ارضنا وطلعنا بره. قالوا بقى ايه ده، احنا بقى نستنى ونجيب حسام البدري وهو اللي هيقود المنتخب ويصعدوا كاس عالم وكاس افريقيا وبتاع. وحسام البدري ما عملش اي حاجه. جبنا كيروش علشان بس نصعد كاس العالم وبنقول هنبقى احلى بقى في كاس العالم 2022 وهننافس. فين الكلام ده؟ ما فيش خالص.
فبالتالي انت هتجيب مدرب دلوقتي لازم تديله فرصة ولازم تديله كذا معسكر لحد ما نأسس أسس كده يلعب كاس الأمم ويلعب تصفيات كاس العالم وخلاص بقى. لازم نبني بقى، لازم يبقى فيه وقفة صارمة كده علشان منتخب مصر يعود من جديد. فلازم بقى لازم يشوفوا أي مدرب هو الأنسب. بس أنا من وجهة نظري أنا أقترح حسام حسن. حسام حسن للفترة دي هو الأنسب بالنسبة لي، وأهم من رأيي هو رأيكم في الكومنتات. وده كان أول موضوع من موضوعاتنا وهو رحيل كيروش. نقفل بقى على منتخب مصر. لا اللي أنا ببقى زعلان موت وأنا بتكلم والله على منتخب مصر إنه ملحقش فرصة كأس العالم دي في قطر، اللي هو يعني هتبقى من وسط ناسك يا جدع. نقفل بقى على الصفحة دي، ندخل بقى على طول لمباراة ريال مدريد وتشيلسي التي ستقام في الساعة 9 على أراضي سانتياغو برنابيو في إطار إياب دوري أبطال أوروبا، المباراة الحاسمة والفاصلة. فبعد انتصار تشيلسي بسداسية وطبعا بقى والريال أقنع مع سيلتا فيجو، فلازم هنشوف ماتش ولا أروع بكرة. طبعا تشيلسي زي ما قلنا انه كسب 6 على ساوثهامبتون اللي متعودة اصلا كل موسم تاكل 6 على دماغها ولا تاكل نتيجة كبيرة من فريق كده. بص ساوثهامبتون لازم تاخد نتيجة كبيرة في الموسم، ما تبقاش يا ساوثهامبتون لو ما خدتش نتيجة كبيرة في الموسم والله العظيم. ولكن تشيلسي يضرب بقوة بقوة يثبت كده ان تشيلسي لسه قدامه حلول يعملها قدام ريال مدريد. لكن ريال مدريد في الجهة الاخرى بيديك ماتش ولا اروع مع ختافي، بيقنعك كده ان ريال مدريد هيلعب على تشيلسي برضه، وخصوصا على انه على سانتياغو برنابيو. فلازم ان تشيلسي يحذر من النقطة دي، لازم ان تشيلسي حرفيا يحذر من النقطة دي. ولكن بقى ريال مدريد في غياب ميليتاو عن مباراة العودة هيلعب اكيد بناتشو، ده هنشوفه. فرب بقى هنشوف كارثة، احنا هنشوف كارثة لو الريال ما خدش باله منها. فانا اظن ان تشيلسي هتعمل ريمونتادا. ناتشو وكارفاغال الاتنين مع بعض في نفس الجهة، انسى، دمار والله، هيبقى دمار، هيبقى حرفيا دمار. فلازم ناتشو او جنبه لوكاس فاسكيز، لازم لوكاس فاسكيز. بس انا بص هو انشيلوتي، انا في دماغ انشيلوتي اهو، هيلعب كارفاغال وجنبه ناتشو جنبه الابا. وطبعا الحمد لله في وجود مندي، لان جماهير ريال مدريد كلها بتحمد ربنا في وجود مندي. طبعا هيلعب بكازيميرو ومودريتش، وانا نفسي بقى يلعب بفالفيردي، نفسي بقى يلعب بفالفيردي او كامافينجا في نص الملعب كده ويروق الكلام، لان حرفيا زي ما شاف فالفيردي دوره عامل ازاي في الملعب. فالفيردي تلاقيه مين، تلاقيه شمال، تلاقيه في خط النص، تلاقيه ورا وبيسد ورا ناحيه كارفخال الجبهه العيانه دي. تشيلسي لو كان اكتشفها ولعب عليها كان بهدلها، لان تشيلسي ما قداموش غير حل واحد، يلعب على السرعات ويبدا بتيمو فيرنر ويبدا على طول بهافرتس ويبدا بالرجاله بتاعته على طول هيبدا بيهم. لازم ريال مدريد يحذر من سرعات تشيلسي اللي هتتلعب عليه، لانهم هينزلوا ضغطين جامد فيلعبوا على ناحيه كارفاخال، وانا واثق من كده لانهم جربوا يلعبوا على ناحيه مندي ما عرفوش، لان مندي صلب دفاعيا، بل بالعكس مندي كمان مسك الكوره وبهدلهم بقى الملعب كله. فانا اظن انهم هيلعبوا على جبهه كارفاخال. فانا بقول للريال يعني بقول رايي وخلاص، يعني ان هي تقفل جامد على جبهه كارفاخال في وجود فالفيردي، ويلعبوا بقى برودريجو، يلعبوا 4-3-3 زي ما هم، يلعبوا بقى برودريجو مش اسينسيو، لان اسينسيو حرفيا ده اللاعب اللي تنزله الشوط الثاني يديك كوره في المقص بتاعي خلاص لك الماتش، عملك الارتوايه بتاعته الجميله كده وخلاص. وطبعا على تشيلسي الحذر في وجود كريم بنزيما مرعب الحراس، ومين دي لازم يفوق علشان كريم بنزيما ما يهتركش عليه تاني. هو كريم بنزيما اللي كسب تشيلسي مش الريال اللي كسب تشيلسي، الثلاثة من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور السونيور الخطير العالمي. بص الحنكوش اللي بيطير العقول والله العظيم، والله الحنكوش اللي بيطير العقول حرفيا. يعني فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى ديت جبهة نارية، فهنشوف بقى الريال هيعمل ايه في المواجهه دي. ولكن انا بحذر ايدرسون لانه عمل لقطه كده في ماتش الليفر، يعني لولا ان جوارديولا بيحب نوعيات الحراس دي كان زمانه طلعه بره، اطلع بره يا نور. احذرك يا ايدرسون لو الريال صعد ما تعملش الغلطه دي قدام بنزيما، لان هو بيحب الحاجات دي حرفيا يعني. فانت وخيالك بقى، انا بقول لك هو انت وخيالك بقى. فده كان كل كلامي عن ما قبل مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في السريع، وكل كلامي عن رحيل كيروش وما هي الحلول المناسبة لدي. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. شكرا تاني على الالف ونص مشترك يا جدعان، وان شاء الله في تقدم، ومستني بقى نخش بقى على الالفين بقى يلا في السخان كده قبل ما شهر 7 يجي زي ما قلنا. ف
فبكده اكون خلصت الفيديو. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتوصل الفيديو ده ل 50 لايك، وتروح على تويتر بتاعي تعمل له فولو، هناك هتظهر حساباتي عندك اخر الفيديو، واسيبها لكم في لينك الوصف، واستنوني في فيديوهات جديده واجدد، وسلام.